السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر على صوتي، أنا عاوتاني مريضة بالحلاق من تقريبا راه اليوم يمكن الثالث. العادة ما نكذبش عليكم، مع رمضان وكل شيء كنت كنصبح مخنوقة نهائي زعما كليا، معليش. المهم اليوم إن شاء الله كما تشوفوا، طبعا هذه الخدمة راه سابقة الوقت ديال المرض. دابا كنحاول نحط لكم الصوت فوق الصورة باش نشرح لكم شنو خدمنا. انا بعض المرات كيكون صداع ديال الفيسوز او القطيع او الريح، داكشي باش كنفضل انني نهضر من فوق من يعني الفيديو. المهم هنا كما كتشوفوا، بالنسبه لهنا كنوريكم هذا الحيط، راه هو اللي بغيت ندير بحاله في الجناب ديال هاد الطبله هادي. غادي نبدا نقطع على الخشبات، ولكن سليمان هو اللي فيكسي بعد هاد الطاجره التحتانيه. حاليا رحنا درنا غير طاجره وحده، حتى ان شاء الله تشوفوا غادي نصاوبوا داك الكاش ديال البوطه، عاد نشوفوا الطاجيره فين غادي كي غنديروا لها، يعني باش تكون يكون جوج طاجيرات. المهم هنا كما كتشوفوا غادي ندوز نعبر على ما يفيسي سليمان هذوك الخشبات يشدوا بلايصهم. غادي نعبر الطول ديال الخشبات اللي غادي نقطع لهذاك الجناب، بغيتهم يتكاشوا ما يبقوش باينين يعني مكشوفين. الشكل ديالهم تيجي احسن، خصوصا ان الطبله كما كتشوفوا موجهه مع الباب، من الاحسن ما يبقاوش يبانوا الموان. داكشي علاش ان شاء الله غادي نستغلوا هذاك الخشب راه باقي عندنا، وغادي نسدوا به هذاك الجنب ان شاء الله باش يعطي حتى واحد المنظر اللي هو زوين وانيق. التغليف ديال هذوك الحيوط ولا اي حاجه خصنا نقطعوا فيها الخشب نساليو داكشي، عاد ديك الساعه ندوز ان شاء الله لا فينيسيون ديال الطبله ويعني والصباغه وكل شيء. هذيك هي اخر مرحله، وطبعا حتى الارضيه ان شاء الله دابا تشوفوا كيفاش غادي تولي. صافي هادشي اللي كاين. المهم بديت كنعبر وكنقطع هذوك الخشبات اللي هما فيهم ديك الفيوره باش كتجي وحده ملاصقه مع وحده، لان صراحه كيعجبوني دوك الطبالي اللي كيكونوا هكا مكاشين. مازال تنفكر حتى هاد الواجهه ما يبقاوش يبانوا كاع الموان لهاد الجهه هادي، حتى نشوفوا الا بقى عندنا كونتر بلاكي او الا جبنا عاوتاني شي سلعه ولا شي حاجه نجيبوا واحد كونتر بلاكيه باش نغلفوا عليها ويجي داكشي يعني مزيان بحال كي وريت لكم في هذوك الطبلات اللي تيكونوا ديك ماشي الطبله ديك، المهم اللي كيقول الايلاند او الجزيره اللي كتكون في الوسط، كتعجبني تكون مكاشيه ماشي داكشي انيق وزوين. وصافي المهم كيما غادي تتبعوا معنا راه غادي نمشي بهذه المرحله هذه حتى نساليو هنايا. طبعا راه كيما كتشوفوا كيجي كنمرض بزاف، انا عندي المناعه شويه ضعيفه وما كنخدمش انا وياه، داكشي باش راه النهارات اللي كيكون خدام فيهم في العشيه راه ما تنخدموش نهائيا، والنهارات اللي كيكون هو خدام الصباح والعشيه كاين كيجي كيخدم غير بوحدو، داكشي باش راه الوتيره ديال العمل ماشي متسرعه، يعني كنمشيو حاجه بحاجه وصافي. وحتى واخا كنكون ما مريضاش راه كاين شي حوايج خصو يكون معايا، لان الراي ديال واحد ماشي هو الراي ديال جوج. راكم عارفين ان احنا ماشي محترفين في هذا المجال، يعني بعض المرات كنغلط وما كنبغيش صراحه نضيع الخشب، وهو كذلك. داكشي علاش كنحاولوا ما امكن نتشاوروا. المشاوره راه مهمه جدا، يعني الواحد ما كينجيش وكيصاوب الحاجه، خصوصا اننا عيينا بزاف وكنحاولوا ما امكن اللي صاوبناها ما نعاودوش نعاودو نقلعوها ونعاودوها. داكشي باش كنحاولوا ما امكن اللي صاوبناها تصاوب وتشد بلاصتها باش نساليو ان شاء الله هادشي ونرتاحوا، لان راه عيينا بزاف. Thank you.
بعض المرات راه كنتعمد انني نخلي لكم لقطات كيما هما، يعني فيديو كيما هو ما مزربش. انا عارفه كاين البعض كيمل وهذا، ولكن معليش اللي مل ممكن انه يدوز فيديو ولا كاع ما يشوفش، ماشي مشكل تيشوف الشكل النهائي. يعني انا عارفه كاين الفئه الكبيره كيبغيو يعني الشكل النهائي، ولكن المتتبعين الاوفياء اللي هما دائما راه عارفهم تيتفرجوا في اي فيديو كيما حطيناه. علاش تعمدت نوريكم الفيديو كامل؟ لان كيما قلت لكم سابقا، الواحد قبل ما ينوض يصاوب شي حاجه ما يشوفش دوك الفيديوهات اللي هما مسرعين، راه كيديروا الحماس والواحد كيشوف راه داكشي دغيا طلع، ولكن راه داكشي كيخصو الوقت، كيخصو الصبر باش الواحد ما ينوضش يتلاح لشي حاجه اللي ما يقدرش يكملها ويزرب ويضيع فلوس وبطل، لان هادشي راه كيوقع بزاف. ولكن ما قلت لكم من سابقا راه وقع هادشي بزاف. واحد البرنامج كنت كنشوفو كيجيبو اخصائيه تكمل لهم داكشي. علاش؟ لانها ديك القضيه ديال شفنا في اليوتيوب وشفنا الفيديو دغيا وما صابوا الحاجه ودغيا هي طلعت، وشحال من واحد كان كينوض كيتلاح كيهرس الحاجه ديالو وبغى يبني وكيجي اولا يبغي يصاوب شي حاجه وكيلقى راسو راه ضيع فلوسو في الاخر ما قدرش يكمل داكشي. شي باش انا مره مره كنخليكم تشوفوا الفيديوهات راه فيه هادشي، خاصو الصبر، خاصو يعني كل واحد باغي داكشي اللي كيصاوب باش يطلع له مزيان. المهم غير سمحوا لي صافي، راه كنبغي انا نوريكم داكشي اللي كاين هنايا كما كتشوفوا. صافي راه تانتيت هادو، غير هو مازال حيره واش نركبهم لا لا، وغالبا ما غاديش نركبهم في بلايصهم، لان مازال غادي نبغوا نصاوبوا الارضيه والطبله راها ثقيله بعدا بوحدها. يعني فاش غادي نبغوا نحولوها باش نصاوبوا الارض، ويلا زدت لها هاد الخشبات راه نقدروا كاع ما نقدروش يعني نحركوا هذاك الشيء. علاش؟ راني غادي نتنتيهم هذيك اللي وريتكم، غادي نزيد لها لاتانت وغادي نخليهم واجدين ان شاء الله. ما بقالناش بزاف، بقينا غير واحد الحيط اللي غادي نكملوه باش ندوز للمراحل يعني ديال الصباغه، باش نصبغ اللي تصبغ ونفيرني اللي تفيرنا ان شاء الله. وغادي تبقى لنا الارضيه وديك الحاشيه ديال البيطون حتى هي غادي نكشيوها بالخشبه، حنا لقينا لها الحمد لله البلان. وباقي لنا هاد تحت الموبل هنايا، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي تشوفوا غادي نصاوبوا هذاك الموبل الصغيور، تشوفوا كيفاش غادي نديروا له باش يسدنا على البوطه لتحت. المهم هادشي غادي تكتشفوه في الفيديوهات المقبله. تهلاو لي فراسكم.